أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية المحبة والنعمة في شخص ربنا يسوع المسيح. في بداية الأسبوع بتمنى لكم أسبوع هيك يكون كله مبارك ومثمر في حياتك، والرب يتمجد باستجابة صلواتك ودعائك. أيضا بحب أشجع كل اللي بيكتبوا لنا طلبات الصلاة، إحنا بنصلي بشكل شخصي لكل اسم، وفعلا احنا نؤمن بإله حي يتواصل ويتفاعل معنا ويستجيب طلباتنا وصلواتنا. ايضا اتشجع، ولا سيما في هذه الايام الصعبة، خلف الغيمة توجد شمس البر والشفاء في اجنحتها، رح تشرق خيوط الشمس الذهبية وتنتشر على كل الارض، فتنتشر بركة وسلام وخلاص وشفاء المسيح. اليوم حديثنا اطرد اللصوص، رح اخذ آية من حادثة حدثت في القدس في الهيكل، ورح اقرأ بشارة متى في الانجيل المقدس اصحاح 21 من آية 12. ودخل يسوع الى الهيكل إلى هيكل الله، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة والكراسي، باعت الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. كلمات قوية جدا، اقتباس آيتين من إشعياء وأرمياء: بيتي بيت الصلاة يدعى. المفروض هذا البيت حتى يحتوي كل الناس تروح تصلي في هيكل الله في القدس، لكن بالمقابل مكتوب: وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. هذه كلمات قاسية وصعبة جدا. هذه طبعا كانت في الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح على الأرض، بعد دخوله الانتصاري الظافر على أورشليم. مكتوب: ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ أجابت الجموع قائلة: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. بعد هذه الجمهرة الكبيرة، يسوع لاحظ شيء كتير كتير مهم. في منطقة في الهيكل وفي مساحة واسعة جدا، في منطقة تسمى دار الأمم، وهذا الهيكل طبعا وسعه وبناه هيرودس الكبير حتى يرضي اليهود، وأخذ بناءه تقريبا أكثر من 46 سنة، وكان مبنى جميل جدا شكله، وطبعا هندسته تضاهي جمال أبنية روما. فطبعا كل الناس، لأنه الهيكل على جبل المرية، فجبل مرتفع، تستطيع أن ترى الجبل من 360 درجة، يعني من أي مكان بتشوف الهيكل مرتفع. فعلا مكان جميل جدا. وفي هذا الهيكل مساحة واسعة تسمى دار الأمم. دار الأمم هي للناس الراجعين من الأمم الذين يؤمنون بإله إسرائيل، أو عاوزين يطلبوا إله إسرائيل، الإله الحي، الإله الواحد. طبعا في جدار ممنوع دخول الأمم لمنطقة اللي هي فقط اليهود بيدخلوها، منطقة مقدسة جدا. في هذه المنطقة كان برضو في بناء على الطرف من الجهة الجنوبية لوادي قدرون اللي بيلتقي مع وادي هنم، طابقين كان فيه الصيارفة والباعة، لأنه أي شخص بيدخل الهيكل لازم يغير المصاري، لازم يغير العملة إلى الشاقل اليهودي، وهكذا عشان يشتري في الهيكل ويقدم العبادة أو الذبائح لازم تكون في نقود طبعا حلال، يعني مش نقود وثنية اللي منقوش عليها صورة قيصر أو نسر أو أي أشكال أخرى اللي كانت اليهود بتكرهها.
لكن شو المشكلة اللي كان ماسك البزنس في هذه المنطقة؟ هم جماعة الدين، رجال الدين، ولسيما من رؤساء الكهنة حنان وصهر قيافة وأولاده الخمسة وصهر طبعا وحفيده، كلهم اللي ماسكين البزنس بتاع المنطقة، اللي بدي يشتري الحمام والفراخ واللي عاوز يشتري الخراف والغنم كله لازم يروح من خلال. وطبعا انت تخيل المسافات الشاسعة اللي كل اليهود اللي جايين، كل ذكر جاي من مناطق بعيدة جدا عاوز يشتري ذبيحة، فطبعا الأسعار بتكون غالية. فالمسيح غضب وأخذ صوت وفعلا طردهم وطهر الهيكل، فقال بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب. يعني هذا المكان لكل الناس اللي عاوزين يطلبوا الله بيجوا على هذا المكان، بس المأساة والمعاناة أنتم جعلتموه مغارة لصوص. يعني مكان العبادة أصبح تجارة دين، وما أكثر تجار الدين في هذه الأيام. وهذا وباء خطير، أخطر وأشنع من وباء الكورونا. عندما الإنسان يطمع، والطمع هو عبادة الأوثان، رجال الدين بتعبد الأوثان، نعم، لأن الكتاب يقول الطمع الذي هو عبادة الأوثان، لأنه مكتوب لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، إما الله أو المال. فالظاهر أن المال كان إله بالنسبة لهم. فهون يتكلم بقول جعلتموه مغارة لصوص. اللصوص تتذكروا القصة المعروفة على بابا والأربعين حرامي، وين بيجتمعوا؟ بالمغارة. وكأنه الهيكل اللي يكون مكان مقدس لكل الناس تصلي فيه صار مغارة لصوص، لقاءات ومؤامرات ورياء وعدم العدالة وإلى آخره. صار فيه كل المؤامرات الشريرة والاستغلال الديني من مكان مكتوب هيكل الله الحي. اللصوص أحبائي هي صفة الشيطان، مكتوب السارق يعني الإرهابي، لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. عم بدمروا الناس، عم بدمروا الاقتصاد، عم بنعشوا أنفسهم، عم بيغنوا على أكتاف وعلى حساب الفقراء. صفة اللصوص هي التي تسرق، وهي التي تذبح، وهي التي تشوه. تتذكروا قصة السامري الصالح؟ وقع بين لصوص، عروه، جرحوه، وتركوه بين حي وميت. هذه صفة اللصوص اللي بتسرق الأموال، واللي بتسرق السعادة، واللي بتسرق السلام، واللي بتبعدنا عن الله. يصبح اهتمامنا في الطمع وعبادة المال وعبادة الأوثان. فبقول بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فالمسيح كان لازم يطهر هيكله. لاحظ الكلام، بيتكلم كيهوى الإله، يعني قديما هذا اسم الله. بيتي بيت الصلاة، لم يكن بيت الله، بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. كم نحتاج في هذه الأيام أن يأتي المسيح ويطهر كنائسنا، ويطهر عباداتنا، ويطهر عاداتنا، ويطهر قلوبنا، ويطهر دولنا، ويطهر مجتمعاتنا، ويطهر أسرنا، بيوتنا، أولادنا وحياتنا، يطهر فكرنا، ويطهر كل ما نحن حتى يظهر في النور. وهذا التطهير في نور المسيح بيعكس قداسة الله، عندها الله يتمجد. شو رأيك اليوم تسمح لله إنه يطهر حياتك؟ الله شايف، الله عارف. هل حياتك وباء ومغارة لصوص وفيه وكر للفكر الشرير، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة، أم تسمح ليسوع أن يأتي ويطهرك؟ مكتوب ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية.
فأنا بصلي في اسم الرب يسوع إنك تيجي للمسيح تقول له يا رب طهرني من خطاياي، استر علي، اغفر إثمي لأنه عظيم. قل له انزع انتهر كل اللصوص في حياتي، وأنا أصلي كل لصوص شريرة من أرواح غريبة اللي بتأثر على حياتك نكسرها ومنكسر اللعنة في دم وفي اسم الرب يسوع المسيح. ربنا يباركك، ومن فضلك اخدم معنا، شارك واعمل شير لهذا الفيديو. الرب يكون معك.